واشنطن تستدعي سفيرها في جنوب السودان. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين استدعاء سفيرها في جنوب السودان للتشاور معه، فيما تتعثر مساعي تشكيل الحكومة الانتقالية التي كان تم الاتفاق على تشكيلها في 12 من الشهر الجاري، بيد أنه تم الاتفاق على إرجاء الأمر لمئة يوم. وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر حسابه على تويتر يقول: استدعيت سفيرنا في جنوب السودان للتشاور فيما نعيد تقييم علاقاتنا بحكومة جنوب السودان. يعني في السابق علاقة السودان مع أمريكا كانت مرهونة بعلاقة السودان مع جنوب السودان وتحقيق السلام وتنفيذ اتفاقية أبوجا بكل بنودها، تحقيق السلام والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. الآن يعني هل ما زال هذا الأمر قائم؟ يعني هل ما زالت علاقة أمريكا بجنوب السودان تتحكم في أو تقدم مؤشرات لعلاقة أمريكا معنا مع السودان؟ لا أظن أن ذلك كذلك الآن، لأنه حتى الآن نحن أنا بفتكر أوغندا والسودان اجتماع لقاء انتبه، كان لقاء بعد أن مجلس الأمن عبر عن ضيقه بما يجري والترويكا، لأنه الجنوب دولة هي خلاصة فكرة الترويكا، يعني هي التي صنعت هذه الدولة ثم أعجزتها يعني. فأنا بفتكر أنه أمريكا يعني وصلت يعني غير راضية عن كثير من الترتيبات والتأجيلات والتسويف، لأنه هي عندها دولة بتقوم على المنظمات المدنية والحقوقيات وكذا وكذا، والمسألة دي كلها تضرر منها الشعب الجنوب السوداني بين اللجوء والنزوح والحروب والاقتتالات. بفتكر الآن هم علاقتهم بالجنوب ليست على ما يرام، لكن أيضا هم بينتظروا ما تتمخض عنه مهلة المئة يوم اللي طلبوها الأوغنديين والسودانيين والجنوب السودانيين على أساس ينجزوا فيها أصعب المهام، وإن شاء الله تعود علاقات أمريكا على خير ما يرام بالجنوب وبيننا نحن يعني. نعم.